بقول لك انزل اروح امك. تعالى كلم الباشا. خدامك يا باشا، الرخص سليمه وزي الفل. الا مين اللي حرق رماله؟ وربنا ما احنا يا باشا، احنا ناس فحلنا وما لناش في اللبش ده خالص، وبعدين الحمد لله ادينا مبلولين، يعني احنا لو كنا رحنا روما يبقى احنا اللي كنا بنطفيها سعادتك. تجري احنا يا باشا؟ ورانا اكل عيش. طب هراجع التاكسي وارجع لك على طول يا باشا. طب انشف الواد ونيجي نلعب براحتنا، ونجيب رابع ونديها ترنيب للصبح. لا دمك خفيف يالا. فتشوا العربية. يا باشا هو احنا لو بنتاجر في المخدرات كان ده بقى حالنا؟ والتجارة في العيال الصغيرة ما تكسبش برضه؟ براحة على الواد، الواد مبلول. ايه؟ لو سلمته ناشف هتنقص المقاولة؟ يا باشا ناشف ايه ومقاولة ايه؟ ده ابني. معاك بطاقته؟ بطاقته؟ هو في عيل معاه بطاقة سعادتك؟ ايه الإثبات على انه ابنك؟ انت يالا قول انا مين؟ انت هتفكر انت هتودينا في داهيه. انت كمان بتهدد الواد تسجده قدامي. اه انا كده فهمت. بينا على اسمه يا باشا. ايوه عربي انا في شغل. اسم اسمي على الصبح يا عم. انت ايه اللي وداك الاسم؟ عايز ايه؟ يعني معكش حاجة تثبت ان انت ابو الواد اللي بره ده؟ يا باشا والله ما ينفع البهدلة دي، ما يغركش المنظر يعني، انا خريج معهد سياحة وفنادق، الزمن بس هو اللي مرمطني، مفيش حاجة يعني. تشرفنا يا اخويا، ترزع بره على من دهلك. ربنا يخليك لينا يا باشا. ايه يا عربي خير يا اخويا في ايه؟ جبت الشهادة؟ ايوه ايوه. اخلص. اتفضل يا باشا، شهادة ميلاد الواد حسن عربي السيد، الواد حسن وانا عربي السيد. وده مين ده؟ ده المحامي بتاعي يا باشا. ايوه يا معلم. يا معلم بتلكع ايه بس؟ ربنا يعلم انا كنت في ايه. خلاص يا معلم، خلاص يا معلم، انا جاي انا والتاكسي في الطريق اهو. ماشي السلام عليكم. هما لما خدوه جوه وسابونا بره عملوا ايه فيك يابا؟ عملوا فيك ايه يابا؟ حد يقدر يعمل في ابوك حاجه يا حسن؟ انت مش فاهم، اصل الضابط الكبير لما عرف ان انا موجود في القسم قام بعت لي يعني عشان يشرب معايا شاي ويعتذرنا على اللي حصل يا حسن. محدش يقدر يعمل في ابوك حاجه يا حسن. في حاجه باينه؟ ارفع ياقة القميص عشان محمرش. ما تقول للواد احسن. يلا يا حسن. رخص. نزل من العربية. خليك انت هنا.